إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل السادة المتابعين الأوفياء، كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس من منطقة قباب المارينيين السياحية بامتياز. نقربكم الأجواء هنا وإقبال منقطع النظر للسياح عليها من أجل زيارتها وأخذ الصور في هذا الموقع الاستراتيجي أكيد بمدينة فاس. فعدد كبير من السياح من مختلف بقاع العالم كيجيو كيزوروا منطقة ديال قباب المارينيين أو قبور المارينيين المعروفة بالإطلالة ديالها الجميلة على مدينة فاس. كما كتشاهدوا تواجد عدد كبير من السياح كما كتشوفوا في الصورة متابعينا الكرام، كاين شوية ديال الريح. معرفش الصوت مسموع مزيان لان كاين شويه ديال الريح، نحاول نخلع شويه هذا الميكرو. فبالنسبة للقبور المارينيين، هاد القبور ديال المارينيين القصة ديالهم كاين اللي كيقول بأنهم قصور ديال المارينيين ومن بعد يعني رجعوا قبور لسلاطين يعني دولة بني مارين. فأكيد هاد القبور كيعودوا للقرن 13 و14، القرن 13 و14 فين تم البناء ديالهم. الان كاين اشغال ديال اعاده تهيئه او تاهيل ديالهم، يقومون باصلاحهم اعاده يعني الروح ليهم. فاللي كيجي لمدينه فاس ضروري خصو يزور قباب المارينيين، ضروري ومؤكد اللي زار مدينة فاس راه خاصو يجي قباب المارينيين السياحية من أجل الاطلاع على التاريخ. فالسياح كيجيو لهاد البلاصة هادي لأن معروفة تاريخيا. الآن كيتم إعادة تأهيل وتهيئة ديال هاد المنطقة السياحية، وهذه كانت مطالب ديال المجتمع المدني.